زينب بنت النجم اشرف عبد الباقي، ايه الصفات اللي انتي واخداها من اشرف عبد الباقي اكتر؟ حبه للشغل وحبه للناس، يعني اتمنى ان ده يبقى باين للناس اللي حواليا ان انا بجد بقدرهم وبجد بحترم مجهودهم في الشغل ووجودهم في حياتي عامة. وهو اكتر حد في حياتي علمني ده، هو وماما طبعا. يعني معروف عن اشرف عبد الباقي ان هو مبدع وبيكتشف كمان الشباب والوجوه الجديده، زي تجربته في مسرح مصر وطلع منها نجوم. شفتي التجربه ازاي والنجوم اللي طلعها؟ شفت التجربه ازاي بتاعت مسرح مصر؟ انا طبعا كنت صغيره قوي يعني، وما كنتش مستوعبه، وهو برضو واجه صعوبه ان حد يفهم الفكره بتاعته، كانت جديده وكانت مجنونه، بس الناس كانت جعانه لحاجه جديده، فاهمه قصدي؟ فهو على طول برضو بيدعمنا ان احنا نعمل حاجه جديده، ان احنا ناخد ريسكس، تنجحي تفشلي عادي، الاتنين نجاح يعني. نظر التاتو، عايزه اعرف ايه ده؟ ممكن ترفعيه توريلي الكاميرا؟ ده مكتوب القبول، ده بخط ايد بابا، انا طلبت منه يكتبها على ورقه، هو ما كانش عارف ليه، وبعدين رحت عملتها تاتو. جديده. معروف عن اشرف عبد الباقي ان هو بيحب يعمل كل حاجه بايده، يعني انا عارفه ان هو عنده ورشه. أيوة صح كده. هو كمان بيحب الخط، يعني يكتب بالخط العربي. مش قوي يعني، هو حتته بيحب يبقى في الورشة اكتر، بيقطع خشب، بيعمل ترابيزات في البيت، لما يزهق بيقعد يخترع حاجات. بس انا عندي جزء من كل حد في عيلتي يعني، فاهمه؟ فده الجزء اللي انا واخداه من بابا. اخر سؤال ليك يا زينة، ايه النصايح اللي بيقدمها لك دايما؟ على طول بيشجعنا ان احنا ناخد ريسكس ونرمي نفسنا، وانا مستحيل كنت اجرب يعني اخش تجربه الفيلم ده من غير دعمه هو ودعم عيلتي كلها، وعلى طول بيقول لنا ان مستحيل الواحد يفشل.